بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لكم فيديو جديد. وفيديو النهارده هنشوف اشهر واجمل زوجات لاعبين كرة القدم، يعني هنتدخل في حياتهم الشخصية النهارده. يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا الفيديو بتاعنا بسارة كاربونيرو مرات ايكر كاسياس. كاربونيرو ده اسم والله مش عارف ايه دي. كنا نشوفها معاه طبعا في البطولات وفي التتويجات، كانت معاه في يعني في اعتبر في جميع المباريات. ودي ريتا جوهر، دي مرات رياض محرز، واخد بطل رياض محرز. جميل جدا. ودي لورينا برنال، دي مرات مايكل ارتيتا، ده المدير الفني الارسنال. مرات ارتيتا كده عيل شاب وسيم، واخد واحده وسيمه زيه. ودي بيلا روبيو، دي مرات راموس طبعا. طول معاه برضه في المباريات وبتدعمه. دي ليا مونرو، دي صاحبة ابراهام. ابراهام لاعب تشيلسي، وانا اقول ليا ابراهام كل مباراة يجيب له هدف ولا هدفين. ودي ليونيتا، دي مرات جرانيت تشاكا، اللاعب السويسري ده بيلعب في الارسنال على ما اعتقد، راح الدوري الايطالي. ودي طبعا جورجينا، غني عن التعريف جورجينا ورونالدو، قصة حب وعشق لا تنتهي بدون زواج، هو لسه خطيبها وبيفكر يتجوزها. ودي ادرين جارسيا، دي صاحبة دافيد دخيا، حارس اسبانيا ومانشستر يونايتد. ودي امينة جولشن، دي مرات مسعود اوزيل، دي تركيا على ما اعتقد. دي ماجي صلاح، مرات محمد صلاح طبعا كلنا عارفين اكيد، دي على طول معاه في المباريات وفي التتويجات، منزلها معاه الملعب في خد الدوري الانجليزي. ودي فيكتوريا بيكهام، دي مرات ديفيد بيكهام طبعا، دي مشهور عشان موديل، وهو موديل زيها بيعملوا اعلانات كتير فمشهوره. ودي ناتاليا صاحبة نيمار، ونيمار بصراحة مصاحب كتير، فأنا اللي لقيته أكتر واحدة هي ناتاليا دي، هي شكلها صغير كمان في السن، دي أندر إيدج. دي أوريانا صاحبة ديبالا، دي اللي اتصابت معاه بالكورونا 3 مرات ورا بعض. دي انتونيليا طبعا مرات ميسي. وادي شاكيرا، شاكيرا وبيكيه. شاكيرا بتدعم بيكيه جدا، لدرجة انها شجعت منتخب اسبانيا لما كان بيلعب قدام كولومبيا في كاس العالم. ودي انا مرات ليفاندوفسكي، دي بولندية طبعا، بصراحة هم البولنديين ابطال. شبه نفس العيون،
تقول توأم. يا سلام، أنا وليفاندوفسكي. ودي فيرونيك مراد زيدان. بيقول لك زيدان لفت وراه 7 لفات عشان يتجوزها. ودي مراد بيل، دي ما نعرفش اسمها، اللي يعرف اسمها يقول. هذا هي دي، بيقول لك لما تبقى معاه بيل ممنوع يسلم على البنات ولا النساء ولا الكلام ده. حكم عليه جدا، صعبة. ودي مرات اجويرو، انا مش عارف دي هي بنت مارادونا ولا مش بنت مارادونا، بس هو في فتره كده كان ماشي مع بنت مارادونا، فمش عارف هي دي بقى ولا لا. اللي يعرف يقول لنا. ودي مرات فان دايك وتداج، اسم غريب جدا. ايه ده، نسيتها. ايه دي، ودي صوفيا، دي مرات سواريز، ظهرت معاه كتير في المباريات وفي التتويجات، اهي تصور معاه واستلم الكاس. هو بنات، وكمان ده كمان رسمهم كده على صوابعه هنا، ضرر كل ما يجيب ماتش يعمل كده يبصهم. اخر واحدة معانا النهاردة والمفاجأة مرات ماني، دي على ما اعتقد بيقولوا انها تونسية. هي ما ظهرتش معاك كتير، يمكن مرة واحدة هي الصورة دي بس اللي لقيتها. وفي نهاية الفيديو لو عجبك اعمل لايك واشترك للقناة وقول رايك في تعليق. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.